هل سمعتم بأينشتاين؟ نحن باللغة الفارسية نقول اسمه أينشتاين، العالم الكبير في الفيزيك المعاصر. هذا أينشتاين يقولون يوم 13 من رجب كان أستاذا عظيما في كلية أمريكا، وإني مصدر لهذه الرواية، لهذه الحكاية، لهذه الكلمات. في ذلك اليوم لبس لباس علماء الإسلام، علماء الشيعة، ودخل عند تلامذته. اسمعوا يا إخواني، التلامذة الكبراء، تلامذة أينشتاين، كلهم أصبحوا بروفيسور في أعلى درجة من التكنيك والعلم. سألوا، قالوا: أيها الأستاذ، ما هذا اللباس اللي لبست؟ هذا مو لباسك، هذا جديد. قال أينشتاين: هذا لباس فخر البشرية، هذا لباس فخر الإنسانية، هذا لباس عالم إلهي ملكوتي رباني، الذي كل رأس مالنا من آثار علومه. قالوا: من هو؟ قال: هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله. هو إمام الشيعة، أول إمام للشيعة، وهو فخر البشر. واليوم يوم ولادته، وأنا لأفتخر بهذا الوجود الذي كل ما عندي من قطرات علومه اليوم لبس لباسه. المنصفين يقرون، هم من جهة العلم حتى من بعض جهات العمل مقربين للأئمة عليهم السلام، وبعض الغافلين من المسلمين مبعدين، وإلى الآن مثل الأعمى يتبعون اليونان، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأذل سبيلا. لحقاق براس للعز والفخر تم والشيخ عبد الرسول ابن التزام سيرتاح.